السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا نحضروا الحلوى اللي كتجي اقتصادية وكتجي رائعة، لا بالنسبة للمنظر ديالها ولا بالنسبة للمذاق ديالها اللي يمكن نوجدوها في العيد ان شاء الله، اللي هي الحلوى ديال التمر مزينة بالكوكو مهرمش او بالكوكو كونكاسي، اللي صراحة كتجي رائعة وبالمقادير اللي هما ساهلين وبساط وكتوجد دغيان وكتطيح واحد الكمية اللي هي مزيانة. كنتمنى تعجبكم الحلقة اليوم، وقبل ما نمر طريقة التحضير اللي باقا ما شاركتش معايا في القناة تضغط على زر الاشتراك ثم تفعل الجرس باش توصل ان شاء الله كل ما هو جديد. ودابا خليكم مع طريقة التحضير. فبالنسبة للطريقة والمقادير، اول حاجة عندي هنا 250 غرام ديال الزبدة طرية، هنايا نضيف عليها 50 غرام ديال السكر كلاصي اللي كيكون مغربل، وهنضيف 4 كاس ديال العنبه ديال الزيت نباتيه، ومن بعد نخلط هاد المقادير مزيان. وفي الاخير غنبقى نضيف الدقيق اللي خاص بالحلويات، غنبقى نضيفه بشويه بشويه، انا كنجمع في الخليط ديالي حتى كنحصل على واحد الخليط اللي كيكون رطب. وهنايا من بعد ما ساليت كنجمع العجين ديالي مزيان، كيف كتلاحظوا معايا فالعجينه عندي رطبه. هنايا من بعد ما كنسالي كنخلي العجينه ديالي حتى كترتاح مزيان عاد كنخدموا بها. ودابا غنوجدوا العقده ديال التمر. هنايا بالنسبه للتمر فانا هنا عندي 500 غرام ديال العجين ديال التمر، هنايا خديت المعجون ديال التمر. اذا ما كانش عندكم توفر كيمكن لكم تاخذوا التمر العادي من بعد ما كتزولوا له العظام ديالو كتطحنوه مزيان وكتستعملوه. انا هنايا كنسم بشويه ديال القرفه وكنعجن بالمزهر اللي دائما كيكون النوعيه الجيده هيدا باش كيجينا داك التمر فيه النكهه ديال المزهر مزيانه. ودابا غنخلط كلشي مزيان بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا، يعني كنخلط حتى كنحصل على واحد العقده ديال التمر اللي كتكون رطبه واللي هتجيني سهله باش نشكلها. وهنايا من بعد ما وجدت العقده ديال التمر، هنايا كناخد واحد شويه ديال الزيت نباتيه كندهنها في الطبله ديال العمل، وكندهن يدي وكنبقى ناخد شويه ديال التمر وكنحربلو فوق الطبله ديال العمل هيدا باش ما كيلصقليش، ضروري كنعملو واحد شويه ديال الزيت وغنبقى نحربلو رقيق كيف كتشوفوا معايا. ومن بعد ما كنسالي كنعملو فحت صينيه هيدا غنبقى مستمره حتى نكمل العقده ديال التمر اللي عندي كامله بنفس الطريقه. وهنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما ساليت العقده التمر على هذا الشكل هذا كنحتفظوا بها. وهنا كيف كتشوفوا معايا فانا كناخذ واحد نصف كميه ديال العجين بعد ما كنحربلها هيدا واحد شويه، من بعد كنرش الطبله ديال العمل بشويه ديال الدقيق هيدا باش ما كتلصقليش العجينه فوق الطبله، ومن بعد كنطلقها رقيقه على الشكل ديال المستطيل. وهنايا من بعد ما طلقت العجين على هذا الشكل هذا يعني كنطلقوه رقيق، هنايا كناخذ العقده ديال التمر وكنعملها فوق العجين على هذا الشكل اللي هتشوفوا معايا، ومن بعد كنلف عليه العجين
وهنايا كنحاول انني نلصق العجين مع بعضياته مزيان، هيدا باش ما تحليش الحلوه ملي تكون كطيب في الفران. وهنايا كنحاول نحرب لها واحد شويه، بعد ما كنحرب لها كنضغط عليها شويه، ودائما الشرك ديال العجين هو اللي كيكون من الجهه لتحت. وهنايا كنبدا نقطع في الحلوى على هذا الشكل، هذا اللي كتشوفوا معايا، يعني بحال اللي كنقطعوا الشكل ديال الفقاس. هنا كنحاول نقطع وحده، وكنبدا ناخذ بها العبار، يعني باش كيجوني مقادين وكيجيو قد بعضياتهم. وهنايا كنقطعهم بهذا الشكل هذا، اما كتقطعوا هذا على الشكل المائل، يا اما كتقطعهم على الشكل العادي. كيف شفتوا معايا فهي طريقه سهله، فانا غنبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل العقده ديال التمر اللي عندي مع العجين. وهنايا من بعد ما كنسالي الحلوى، هنايا كنحتاج عندي هنايا الكاوكاو الكونكاسي اللي كيتباع جاهز، يا اما كتعدلوه في البيت ديالكم، يا اما كتستعملوا اللوز او كتستعملوا الزنجلان، يعني دائما كتعملوا الحاجه اللي عندكم متوفره. وهنايا كنحتاج شويه ديال بيض البيض، هنايا كناخد بيض البيض وكندهنه فوق الوجه ديال الحلوى على هذا الشكل هذا، يعني كندهن الحلوى ديالي مزيان بالبيض البيض. ومن بعد كناخد الحلوى وكنفند الوجه ديالها في الكونكاسي ديال البيان، وكنحصل على الحلوى اللي كتجي على هذا الشكل هذا. انا هنا استعملت الكاوكاو كونكاسي في ابيض، يعني يمكن لكم تستعملوه ايضا اللي كيجي بالالوان، حتى هو كيجي رائع بالنسبه للتزيين ديالو. هنايا كيف هتشوفوا معايا فانا مبقا مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل الحلوى اللي عندي كامله بنفس الطريقه. وهنايا من بعد ما ساليت مباشرة كندخل الحلوى الفران، بعد ما كنكون سخنت الفران على درجة الحرارة 180 درجة، المدة ديال الطياب تقريبا واحد 10 دقائق، يعني هاد الحلوى دي ما كتاخدش الوقت بزاف، هي ملي كنشوفوها تحمرت كنخرجوها من الفرن. وهنايا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما طابت الحلوى كنخليوها حتى كتبرد مزيان، ومن بعد كنقدموها. انا قدمتها بهذا الشكل هذا، كيمكن لكم تقدموها في كويخطات وكتزينوها بشويه ديال السكر كلاسي، صراحه كتجي رائعه بالنسبه للمذاق ديالها، يعني المذاق ديال التمر مع المذاق ديال الكاوكاو كتجي لذيذه بزاف. ايضا هذه الحلوى هذه كتجي هشيشه بزاف. بالنسبه للمقادير كيف شفتوا معايا فهم المقادير سهلين وبساط يعني ومتوفرين. ايضا بالنسبه للطريقه فهي سهله، يعني كيمكن نحضروها في اخر لحظه. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقه اليوم، واذا عجبتكم الحلقه ما تنساوش تمنوا الاعجاب، وايضا تبارطاجوا الفيديو هادينا مع الاصدقاء ديالكم باش كتعم الفائده ان شاء الله على الجميع. ودابا نخليكم على خير، السلام عليكم.